الله 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 سبحان الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. صدق الله العلي العظيم. بعد أن بدأ الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة المكية سورة الحجر بيّن موقف أو مواقف المشركين تجاه القرآن والنبوة والاتهامات التي اتهموها، وبعد أن أثبت الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن لا يمسه أي شخص يريد أن يتلاعب فيه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد قلنا أن علماء الشيعة والسنة قاطبة متفقون على أن هذا القرآن هو القرآن الذي نزل على قلب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. بعدين يجابه القرآن في هذه السورة المعاندين أيضا، لأنهم طلبوا من الرسول أن ينزل ملائكة كما شرحنا. الله يقول حتى إذا فتحنا أبواب السماء ليعرجوا فيها، أيضا ينكرون، لأن المعاند بالنتيجة لا يقبل. حتى إذا ذهبنا به إلى السماوات ورأى الحقائق وأنزلناه عروج، كلمة عروج جاية يعني روحة وجاية روحة وجاية، مع ذلك يقول هذا سحر. فما دام هكذا في الآيات السابقة يا رسول الله ذرهم، يعني اتركهم، الذي لا يفيد معه ويعاند ويعاند معنى ذلك لا يريد أن يهتدي، باختياره لا يريد أن يهتدي. دائما نقول في كل سنة ونكرر أن الله سبحانه وتعالى خلقنا مختارين. نعم، أول ما خلقنا ما كنا مختارين في خلقتنا، هذا صحيح، يعني ما أخذوا مني إذن حتى أخلق، لأن ما كنت شيء أصلا حتى يؤخذ مني إذن. في بدايتي أنا مجبور في الخلقة، خلقت بأمر الله، وفي موتي أنا أيضا مجبور في الموت، في أي لحظة يريدها الله سبحانه وتعالى أن ينهي أجلي. بين هاتين الدفتين، هسه عهد الطفولة أخو ما له تكليف،
بعد أن يكلف الإنسان، الإنسان خلق مختارا. علماؤنا يقولون بتخيير الله جعله مختارا، يعني من أعطاك هاي الاختيار؟ أيضا الله أعطاك. دائما أمثل، أنا الآن أرفع يدي، من يرفع يده؟ محسن يرفع يده باختياره، نعم. يعني ممكن أن لا يرفع؟ نعم لا يرفع، هذا اختيار. ولكن من أعطاني هذه القدرة على الاختيار؟ الله أعطاني. هذه المعادلة في الجبر والاختيار جدا سهلة وبسيطة، ولكنهم يعقدونها. في الحوزات العلمية يمكن سنتين يدرسون هذا، ما يخالف، لأن الإشكالات والشبهات والآيات القرآنية اللي ظاهرها جبر، ظاهرها جبر ولكن واقعها ليست بجبر. بس حديثنا مو هذا، حديثنا أنه المعاند يعاند باختياره أم هو مجبور؟ باختياره. والذي يهتدي بهدى الله هو يطلب الهداية والله يهديه، يعني يوفقه أكثر، باختياره. هذه المعادلة. ما دام هالشكل يا رسول الله هذول ما يفيد وياهم، الذي يعاني. وفي عصرنا أيضا طبعا احنا نطبق دائما آيات القرآن على عصرنا، وإلا ماكو فايدة. ذرهم، احنا بنفس الشيء، إذا شفنا واحد يعاند تركه، ماكو شيء، هو ما يريد يقبل. وما أكثرهم في هذا العصر أيضا يجي يجادل، يماري، مراء يسوي، ما جاي حتى يفتهم شيء، وترك هذا طبعا بأدب، يقول إذا ما تقبل كيفك. بعد بعد أن انتهينا من هذه الآيات في سورة الحجر، يبدأ الله يبين عظمة الخالق في السماوات وفي الأرض. أسلوب القرآن إخواني أسلوبه أن تصل إلى الخالق، إلى معرفة الخالق بمعرفة المخلوق، هذا أسلوب القرآن وأسلوب الأئمة أيضا. إذا تريد تعرف الخالق تصل إلى معرفة الخالق، انظر إلى المخلوق. عندما تنظر إلى المخلوق وعظمة هذا المخلوق الذي يعجز أي علم أن يدركه، تصل إلى أنه عجيب. مرة يشير القرآن إلى نفس الإنسان، كنت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم إلى أن يولد، إلى أن يكبر. حقيقة الإنسان إذا شوية هم عنده إنصاف وهم شوية طالع. العين، هاي العين فقط، العين هذه النعمة العظيمة، مئات الآلاف شكل يقولون من العروق موجودة في هذه العدسة، في هذه النقطة الصغيرة. في مرة سألت من طبيب، قلت له أنت اختصاصك في شنو؟ قال اختصاصي في العين. الدكتور يمكن أعرف بهذه الأمور، اختصاصي في العين. قلت له خب زين، قال مو في العين، كل العين، حتى العين الدراسات في الجامعات أيضا متعددة، في القرنية، في المادري الأمراض التي تصيب العين، في العروق، في شنو، يعني يمكن 10 اختصاصات فقط في العين أكو. هذا يعني شنو؟ يعني في عالم عظيم في هذه النقطة فقط التي نستفيد منها مليارات المرات يوميا، يمكن لأن كل لحظة نستفيد. بعد بعدين يشير الله إلى السماوات، إلى الأرض، إلى النجوم، إلى البحار وهكذا. الله سير، يعني أسلوب القرآن هكذا، إذا تريد أن تدرك عظمة الخالق وقدرته المطلقة على الكون، انظر إلى هذه المخلوقات. في هذه الآيات يشير إلى السماء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد جعلنا في السماء بروجا
بروج. طبعا السماء إخواني اللي يجي في القرآن يشمل هذا الذي نراه، ولذلك في بعض الأماكن يجي السماوات، معنى ذلك أنه ماكو سماء واحدة، أطباق من السماوات اللي الآن العلم الحديث ده يشير إلى عظمة هذا المخلوق السماوات، أنه جيت سماوات أكو، مجرات أكو، مليارات الكواكب في مليارات المجرات، في مليارات في سماوات كثيرة. هذه السبع سماوات احنا ما نفهمها، يمكن العلم الحديث مكتشف سماء واحدة الأولى يمكن. المهم السماء يعني مكان العلو، هذا اللي احنا نشوفه في المنظومة الشمسية نشوف أبراج. أبراج يعني شنو؟ الأبراج جمع البرج، أصل كلمة البرج من الظهور، شيء بارج يعني شنو؟ يعني شيء ظاهر، ظهور الشيء برج الشيء، ولذلك يطلق على البرج الذي كانوا يجعلونه في أسوار المدن. قديما المدن كانت بها سور، على السور يجعلون برج يسموه شنو؟ برج المراقبة اليوم نسميه. حتى في برج المراقبة في المطارات شنو معناته؟ مكان ظاهر يلاحظ بقية الأماكن، هذه يسموه برج. المرأة المتبرجة ليش يسموها متبرجة؟ الله يهديهن، يعني أظهرت زينتها، أيضا من كلمة البرج يعني الظهور الإظهار. البروج هنا بعض المفسرين يقولون الكواكب، كل الكواكب تسمى بروج. في علم الفلك القديم وأيضا الروايات تؤيدها، طبعا لا تؤيد أصل العلم، ها ديروا بالكم بعدين لا ينحرف الكلام. علم الفلك القديم الآن فند أغلبه كعلم، ليش؟ لأن إجت أجهزة تلسكوبات وتحقيقات. ذاك الشيء اللي كان سابقا اللي احنا مش شوية درسنا منه في الحوزات، هذا تقريبا أغلبه فند، ولكن بعضها موجودة. مثل شنو؟ مثل الأبراج. أبراج شنو؟ إذا تنظر إلى السماء من أول الربيع، من أول الربيع إلى آخر الصيف، كم شهر يصير؟ من أول الربيع إلى آخر الصيف إيش قد يصير؟ 6 شهور. من أول الخريف بعدين إلى آخر الشتاء 6 شهور، صح؟ عندما تنظر إلى الكواكب تشوف مجموعات بأشكال مختلفة يصير، ليش؟ لأن هذه الكون ده يتحرك كله، تراها مواقف. الأرض تتحرك، الشمس تتحرك وتدور، القمر يتحرك، كله في دوران مشكل. النجوم أيضا تتحرك، فعندما تنظر تشوف أنه الشكل أشكال الكواكب اللي إحنا نشوفها تختلف. في الربيع أشكالها شكل مو شكل نفس الكوكب، ها المجموعات مثلا في 40 نجمة 40 كوكب مع بعض، هاي يسموه مجموعة 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 تختلف، هذه يسموه أبراج أو البروج. في الروايات أيضا أكو إشارة إلها، يعني الفلك القديم أيضا يقبل هذا الشيء. الآن في علم الفلك الجديد المعاصر ما يطلقون هذه عبارات. أكو رواية من الإمام أبي جعفر الباقر سلام الله عليه يقول: البروج، ولقد جعلنا في السماء بروجا، البروج هي الكواكب كعموم. يعني هنا ما يقول كواكب يعني المجتمعات الكوكبية اللي الآن نشير إليها، كل الكواكب بروج. ليش؟ لأنها ظاهرة من كلمة البرج. البروج الكواكب، والبروج التي للربيع والصيف 6 أشهر،
الحمل، الحمل يعني خروف، خروف شو وده هناك. لما تشوفه في أول الربيع تشوفه بشكل خروف صاير، يعني يلاحظوها الشكل علم الفلك. لما تلاحظه تشوفه رجلين مثلا أربعة أرجل وبدن ورأس مثل خروف، هذا في أول الربيع. بعدين في الشهر الثاني من الربيع يصير مثل الثور، جاموس يصير يختلف. بعدين يصير مثل الجوزاء، بعدين السرطان، بعدين الأسد، بعدين السنبلة. ستة أشكال تأخذ، مو النجمة الواحدة، مجموعة النجوم والكواكب، هذه في الربيع والصيف. بروج الخريف والشتاء الست أشهر اللي تجي بعدين، الميزان تشوفه مثل الميزان صاير، يعني هذا الميزان اللي بيه كفتين ماكو، شكل صاير. والعقرب بعد شهر يصير مثل العقرب، بعد شهر يصير مثل قوس، قوس اللي ترمي بيه، بعدين مثل الجدي خروف بشكل آخر، بعدين مثل الدلو، بعدين مثل الحوت. شقد صارت؟ 12. ستة أو ثلاثة للربيع، ثلاثة للصيف، ثلاثة للخريف، ثلاثة للشتاء، يصير 12. هذه مو معناته أنه واقعا أكو خروف هناك. ها تشوفون في الشسمة هذول اللي يقول أنت برجك شنو، يعني في أي برج ولدت، حتى يقول لك مثلا يتنبأ أنت مثلا عصبي أنت، فهذا كله ما إلى سند علمي، ولكن هذا مقصودهم، برجك حمل ولا برجك ميزان. إذا تشوفون في التقاويم القديمة يسموه التقاويم الشرعية، يقول هذا برج الجوزاء، هذا برج الحمل، هذا معناته واضح الصور مو شكل. طيب هذه الآية لا تشير إلى هذا الذي قلت لكمها، يشير إلى كل الكواكب، بس بعظمة الخالق لما نشوف، إذا واحد يلاحظ عنده وقت يروح للصحراء يشوف في أول الربيع شكل، في وسطه شكل، في آخره شكل، النجوم تختلف. شنو معناته؟ معناته كل هذه النجوم تجري، تجري حركة بها. وهذا من الاكتشافات القرآنية التي مو اكتشافات، يعني شيء إشارة فقط. الآية شو تقول؟ ولقد جعلنا، الله يقول احنا جعلنا، أيها المشركون انظروا إلى عظمة هذه السماء، ولقد جعلنا في السماء بروجا، بروجا إما معناه كل الكواكب، مليارات الكواكب، وإما معناه هذا الذي نقلت لكم، يعني البروج المختصة بالصيف والربيع والشتاء والخريف. وزيناها للناظرين، من بعيد في الصحو طبعا، إذا السماء تكون صافية وتطلع إلى البر تشوف هذا الشيء، كأنه يغمز لك النجم، يغمز نور بها، ده تتكلم معك كأنه زينة للناظر لما يشوفها. إحدى فوائدها الزينة، وإلا ممكن تستدل بالطريق، هذول اللي سابقاً ما كان عندهم أجهزة، شنو كانوا يسوون؟ أهل البحر كانوا يهتدون بالنجوم، أهل الصحراء كانوا يهتدون بالنجوم، سفرهم كان بواسطة النجوم، يدري هاي النجمة إذا استمر وياها يوصل إلى الطائف مثلاً، يوصل إلى مكة، يوصل إلى اليمن وهكذا. وأيضا زينة، أيضا حقيقة زينة، سماء صافية كلها تغمز إليك. هذه خلصنا منها. بعدين أكو آية شوية يحتاج إلى شرح. وحفظناها من كل شيطان رجيم. طيب السؤال أولا، بس بعدين نتكلم حول الشيطان وإبليس، لأن جاي في هذه السورة خلقة إبليس أنها ضرورة. إبليس وأعوانه إلى أي حد عندهم قدرة أن يسيروا؟ ها؟
هذا سؤال مطروح في الأديان. يعني طبعا نحن نعتقد أن هناك إبليس، ونعتقد أن لإبليس أعوان وذرية، هذا عقيدتنا من القرآن ومن الأحاديث. منطقة نفوذهم وين حتى نعرف عدونا؟ يعني الشيطان عدو للإنسان، حتى نعرف منطقة نفوذه وين؟ إجماعا منطقة نفوذ إبليس والشياطين فقط الأرض، الأرض، الكرة الأرضية. يعني ما عندهم قدرة يطيرون يعرجون؟ ليش؟ عندهم قدرة. بعض الروايات تقول أنهم كانوا أحرار إلى زمن عيسى بن مريم سلام الله على مريم وعلى ابنها عيسى. إلى زمن عيسى كانوا أحرار، يروحون فوق، يتطلعون، يستمعون إلى الملائكة ويجيبون أخبار ويستفيدون ضد البشرية. ببركة ولادة عيسى بن مريم، هكذا في الروايات، ببركة ولادة عيسى بن مريم المسيح سلام الله عليه، ثلاثة من السماوات منع الشيطان من النفوذ فيه، يعني الفوقانية. وقد ايش قلت؟ أربعة، لأن سبع سماوات. وبولادتي، ببركة ولادتي وميلاد نبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، اجى أمر تكويني، بشكل نعبر، ممكن نعبر هكذا، اجى أمر تكويني حسب هذه الآية، أنه لا مجال لكم أن تروحوا فوق. خب ليش؟ هذه أيضا من بركات النبي صلى الله عليه وسلم. يا أمة محمد، يا أمة رسول الله، اجتكم بركة جديدة، طاق كسرى، شنو صار ما أدري، النيران خمدت في ولادة النبي، هاي هواي أكو أشياء. بس من الأشياء المهمة أن الشياطين لا يسمح له. طبعا هنا أنا لازم أقول في الشيء، هاي أمور غيبية دا نحكي بها، مو شكل. ممكن تقول سيدنا هذا الحكي شنو يعني؟ ممكن تسألني، أنا ما أدري حقيقة، لأن هاي أمور غيبية. يعني لا غيبية، لا لا، قصدي شنو غيبية؟ يعني أنا ما عندي دليل علمي عليها، علمي علم العصر يعني. يعني العلوم العصرية تقول الشيطان شنو؟ مثلا الماديون لا يعترفون بشيء اسمه الجن. هل اسمه؟ اسمه ما يعتقدون بشيء اسمه الجن. يعتقدون؟ ما يعتقدون. المادي يمكن مسيحي يعتقد، مسيحي محافظ، يهودي محافظ يعتقد بالتوراة والإنجيل، يمكن محافظ يعني متدين قصدي. أما المادي، المادي يعني عالم لا يفهم غير المادة، لا يؤمن بالروح ولا يؤمن بالملائكة ولا يؤمن بالجن. بعد تعال قل له الشيطان أم أكو؟ الشيطان أم يروح فوق يرجع؟ شنو هذا؟ ما يقبل. أنا ما عندي دليل حتى أقنعه، عندي دليل واحد. تدري شنو؟ كثير من الأشياء كنتوا تنكروها أنتوا الماديين، بعدين إجي يوم اعترفتوا فيها، مو شكل؟ خب يمكن أكو، أنتوا ليش تنكر؟ قول يمكن. أكو فيلسوف، طبعاً مو إحنا ما نعتقد بالفلاسفة، نعتقد بأن الاعتقادات يجب أن نأخذها من القرآن والسنة من الأحاديث، ولكن فيلسوف كلام لطيف عنده، يقول كل ما قرع أذنك فذره في بقعة الإمكان، لا تنكر بسرعة، قل أنا ما أفهم، أنا ما أدري. كلما طرأ على، لا شنو قلت؟ قرع، عفوا، كلما قرع أذنك كلام سمعته فذره في بقعة الإمكان، بقعة يعني محل الإمكان، يقول ممكن، ممكن أنا ما أفهمه. الماديين رأسا ينكرون، إحنا ما عدنا حكي وياهم، إنتو مو مادي، إحنا دا نحكي مع المتدينين. المتدينين يفهمون أصل الغيب، يعتقدون بأصله. شنو أصله؟ الله
النبي الإمام، ويؤيده العقل. طبعا لازم يؤيد العقل أيضا، مو في شيء غير معقول أقول. فإذا إحنا نعتقد بالله، الله يقول شنو؟ وحفظناها من كل شيطان رجيم، فلازم نقبل أكو شيطان، مو شكل؟ بعدين نجي التفاصيل، التفاصيل نسمعها من رسول الله ومن الأئمة، ما عندنا حل آخر. أصل العقيدة بالعقل، أما التفاصيل منين؟ من القرآن والسنة والعترة فقط، ماكو أي حل لك. إذا تعتقد بالله وبالقرآن وبالحديث المعتمد طبعا، المعتبر الصحيح، مو كل حديث سنده يكون صحيح لازم تقبله، بعد ليش تنكر؟ المتدين ما عنده مشكلة. هذه المقدمة واضحة. نجي إلى الآية. الآية تقول نحن طبعا الحديث أيضا يؤيده، الحديث يؤيده أنه نحن ببركة ميلاد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله حفظنا السماوات كلها من الشياطين. الشياطين كانوا يروحون فوق يسترقون السمع ويجيبون أخبار من الملائكة، الملائكة حلق كأنه عندهم دروس وعندهم حلقات وعندهم حوزة علمية، الله يستر، حوزة علمية هناك يتباحثون، فراح يروحون هناك يأخذون أخبار يطبقوها على البشر ويستفيدون لإغواء البشر، لإغواء البشر، لأن هناك أكو أسرار، أسرار المستقبل هناك موجودة، حقائق أكو، فيستمعوها يجيبون للأرض يستفيدون منها. بعدين يجي واحد يقول لك أنا أقول لك مستقبلك، ها أنا أحكي لك المستقبل، وبالفعل يقول أنت باكر ايش قصدك وباكر يصير هذا، منين جايبه؟ الشيطان. مو كل واحد جاب مستقبلك يكون إلهي، ترى دير بالك. ببركة ميلاد النبي حفظناها من كل شيطان رجيم. رجيم يعني مرجوم، ملعون، مبعد عن رحمة الله، هذا يسموه رجيم. رجيم بمعنى يعني فعيل بمعنى مفعول، مثل قتيل يعني مقتول، مو شكل؟ رجيم بمعنى مرجوم. احنا حفظنا السماوات من كل شيطان رجيم، وهذه نعمة ربانية، لأن إذا الشياطين كانوا يقدرون يروحون فوق ويجيبون الأخبار ويستفيدون منها ضد البشر أيضا كانت مصيبة لها. هذه ببركة ميلاد النبي. طيب أكو أيضا محاولات، نعم الشيطان ما يجوز إلا من استرق السمع. استرق من باب السرقة جاية، يعني مو جائز إله، ولذلك يقول إذا اثنين قاعدين مع بعض يتناجون لا تسترق السمع، هذا ما يجوز تراه. أكو ناس فضوليين، حتى شوية قريز نسوي، أكو ناس في المجالس فضول عندهم، اثنين دا يحكون مع بعض إيش كل سوء، يسترق السمع يعني كأنه يسرق بسمعه ما يقولون، هذا يقولون حرام، إشكال بي بلي. أو دا يقرأ رسالة، دا يقرأ الموبايل ماله، هذا شنو اسمه، هذا الجهاز اللعين المبارك، دا يقرأ الواتساب يطالع فيه، هذا ما يجوز. رسالة واحد معطيك توديه للحجي عزيزنا، انت ما لازم تقرأ أو تفتحها، ما لك حق، أمانة هذه، هذا عمل شيطاني. شوف الإسلام ايش قد يؤدب، يقول من استرق السمع، يعني يا إنسان لا تكون مثل الشيطان تسترق السمع. الله يقول في هذه الآية أنه أكو محاولات من الشياطين، ولكن أكو صد لهذا الهجوم أيضا. شو تريد بعد؟ إلا نقرأ الآية، وحفظناها يعني حفظنا السماوات، أو حفظنا السماء، أو حفظنا البروج، كلها صحيحة، لأن الآية شنو؟ ولقد جعلنا في السماء بروجا شرحناها وزيناها للناظرين وحفظناها. حفظنا السماوات، السماء أيضا مؤنثة، أو البروج مؤنثة، من كل شيطان رجيم، ما إلى حق يروح فوق،
يسترق السمع يحصل شيء. إلا يعني أكو محاولة أيضا، الشيطان لعين، أكو محاولة، إلا من استرق السمع يروح الشكل يسترق. أكو صد هجوم أيضا، فأتبعه شهاب ثاقب. هنا أنا أيضا مشكلة عند المفسرين، شهاب ثاقب يعني شنو؟ هذا الشهب اللي نشوفها وندري علميا شنو هي وقرينا في المدارس، الشهب قطعات أو قطع تنفصل عن بعض النجوم بفعل الأشياء اللي تصير في السماء. هسه التفاصيل بها أنا قاريها بس ناسيها أغلبها. هذه تصير شكل قطعة تنفصل وتأتي إلى الكرة الأرضية. أنتوا شايفيها لو ما شايفيها؟ أنا هواي شايف. تجي بشكل قطعة نارية جدا سريعة، لما توصل إلى الغلاف الجوي تبرد. الغلاف الجوي بشكل مسويه الله سبحان الله، حتى هذه الشهب إذا تجي لتحرك. لما توصل إلى الغلاف الجوي، الغلاف الجوي كيلومترين ما أدري إيش قد سمكة قاريها إذا أنتم قارين بس حتما ناسين مثلي. فهذه شلون تجي تخمده، يعني الحرارة والنار اللي موجود بها تخمد فتجي توقع تروح. هذا ما يدل عليه العلم الحديث وما في إشكال، ما في إشكال. هل هذه الشهب هي لصد الهجوم الشيطاني الذي يريد أن ويحاول أن يسترق السمع؟ هذا تفسير. ويمكن شيء آخر نحن ما نفهمه، يمكن يعني لا ننكر، لأن كثير من التفاسير اليوم شفت تقول هي هذه الشهب هي مأمورة من قبل الله سبحانه وتعالى أن تصد الهجوم الإبليسي الشيطاني اللي تريد تروح وتسترق السمع. مو بعيد شنو بيها يعني، ومو بعيد أنه شيء آخر احنا ما نفهمه الآن، يجي يوم يمكن يكتشفوه أنه أكو أشياء إشعاعات غير مرئية، مثل ما الآن أنت قاعد هنا. عجيب هذا الموبايل، أنت قاعد وأغلقت الموبايل. أنا دائما في المجالس، هاي أيضا قريز، في المجالس لما أدخل إلى مجلس شو أسوي؟ أسكره، مو الصامت أصلا ما أجيبه أو أسكره، احتراما للمجلس احتراما لصلاة الجماعة. تروح إلى مسجد كل لحظة إلا إذا يخلون جهاز حتى هذا يشوش مثلا، هذا إلى ضرر يقولون ضرر على البدن، بين فترة وأخرى رينغ 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 رينغ. شنو هذا؟ أنت جاي تصلي، جاي إلى مجلس، سكر الجهاز هو نصف ساعة مثلا احتراما للمجلس. هذا الجهاز أنت مسكره، بعد ساعة تروح للمسكن مالك رأسا يجيك كل الأشياء. شنو هذه؟ هذه إذا قبل 20 سنة، مو 20 سنة، إذا قبل 10 سنوات كانوا يقولون لك ما تصدق هذا الشيء يصير. صار ذبذبات تأتي من أقاصي الدنيا، من أهلك، من أقربائك، من أصدقائك، بعد أنت أغلقت الجهاز تنتظر إلى أن تجي، بس تفتح تجي كلها واتساب ما شنو. هذا شنو؟ لازم لا ننكر الحقائق، نقول يمكن، يمكن أكو أشياء تأتي من السماء ونحن لا ندركها. ليش ننكرها؟ ما دام الله يقول إلا من استرق السمع، يعني من الشياطين من يحاول أن يسترق السمع حتى يستفيد في إغواء وإضلال البشر، فأتبعه شهاب ثاقب. ويمكن هالشهبة متكون احنا ما نعرفها. بعدين الله يقول مو فقط السماء، انظر إلى الأرض أيها المشرك، يعني الخطاب للمشركين كان، والأرض مددناها، مد الأرض. الأرض هذه الكرة التي نعيش فيها، هاي الكرة اللي عجيب أشياء تصير بها، هاي الكرة عجيبة. أولها كانت قطعة انفصلت عن الأجرام الأخرى كما يقولون، بعدين كلها صار مطر، كان يجي مي من نفسها تتبخر ومطر مطر مطر،
كلها كانت مغطاة بالبحار والمياه. بعدين شوية شوية صار دحو الأرض. تذكرون يوم دحو الأرض اللي احنا نعتقد بها؟ دحو الأرض يعني شنو؟ يعني من مكة بدأت اليابسة تظهر، وأول مكان ظهرت اليابسة فيها الكعبة المشرفة، بعدين تمددت تمددت وصارت يابسة. الآن شنو أكو؟ أكو محيطات أيضا، كم محيط في الأرض موجودة، وبحار وما أدري بحيرات وهكذا، ولكن بالنتيجة أساسا كان كله مي. هنا الله يقول نحن مددناها، يعني خلينا الماي كلها تروح، هذا تعبير. والأرض مددناها، وأيضا أكو تفسير آخر لأنه مددناها يعني تقدر تمشي به. يعني الآن أنت تطلع مننا أنا وتروح إلى الصين مثلا عن طريق إيران، وتروح منك إلى الصين، خو هذا مد الأرض، يعني تقدر تمشي به سواء بالحيوانات أو بالسيارات. إذا ما كان ممدودة ما كنت تقدر تمشي به أو تزرع أو تبني. هذه أيضا نعمة من الله، هذه انظر إليها حتى تعرف قدرة الله سبحانه وتعالى. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، رواسي جمع الراسية يعني الجبال يعني الثابتة. عظمة هذه الجبال عجيبة حقيقة، لولا هذه الجبال الأرض كانت تهتز دائما بتستقر. هذه الجبال مثل المسامير الثابت، أوتاد أحسنتم، أوتاد على الأرض تحفظها عن العواصف الشديدة عن الرياح، توزن الرياح أيضا. وفيها معادن، معادن موجودة في داخل هذه الجبال، الجواهر والفيروزج والعقيق وحتى الأشياء المفيدة للبدن كلها موجودة فيها، الذهب الفضة وهكذا، هذه كلها روايات بها. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها، يعني خلقنا فيها إما معنات النباتات أو كل شيء، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. موزون يعني شنو؟ بعض المفسرين قالوا موزون يعني يوزن، مثل الحنطة الشعير الرز يوزن، أتصور هذا ما أدري شلونه يعني التفسير. موزون يعني مرتب، يعني بمقدار معين ومعادلات خاصة تفيد البشر، يعني هذا البشر مدلل أصلا حقيقة، إحنا مدللين من قبل الله سبحانه وتعالى، ومع الأسف لا نشكر الله. ويقول إن شكرتم لأزيدنكم، ترى مع ذلك بعد البشر الشكل من كل شيء موزون أكو، يعني مرتب بمقدار معين يفيدنا. هذا ما نفهمه وفهمنا القاصر من آيات القرآن الكريم. أما الموعظة الأخيرة، صلوا على محمد وآل محمد. الموعظة الأخيرة اخترناها من الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، محمد بن علي. إن الله، هذه فيدك أبو أحمد، إن الله جعل للمعروف أهلا من خلقه. جعل مو معناته أجبرها، شنو حكينا؟ جابر ما عندنا، يعني هذا موفق، أكو ناس موفقين، هذا معنى جعله. وبعض الناس عندما يرشون هذه الروايات يفسروها بالجبر، يعني فلان الله أجبره على الإنفاق، فلان أجبره على البخل. لا، مو الشكل، هو أراد البخل، الله امترك، هو أراد الإنفاق والعمل الخير والمعروف، الله وفق أكثر، هذا معنى جعله. التفتوا حتى لا تصير شبهة. إن الله جعل للمعروف أهلا من خلقه، أكو ناس الله جاعلهم أهل للمعروف، يعطيهم توفيق أن يعملوا المعروف، معروف يعني كل عمل خير، حتى السلام على الناس هذا عمل خير، حتى التودد إلى زوجتك هذا أيضا معروف، ترى دير بالكم،
شوي ديروا بالكم على زوجاتكم. طبعا قايلي لي حتى اقولها ان الله ايضا قايلي لي حتى اقول للنساء ايضا. اليوم واحد مخابرتني من ايران من اهلنا تقول انه لان يستمعون اتصور فيقولون انه هم وصي الرجال ايضا. قلنا ما يخالف نوصي. إن الله جعل للمعروف أهلا من خلقه. يستاهل هذا، فالله وفقه. شنو سوى عود حتى هذا يصير أهل؟ حبب إليهم المعروف. بس تقول له فلان منطقة بيها مشكلة فقراء، يقول حاضر حاضر. اليوم واحد جاني قال خابرت واحد، قال ليش بتقول لي؟ أنا أحب هالأشياء. أحب يعني شنو؟ حبب إليهم المعروف. خب حبب وحبب إليهم فعاله، يعني يريد يسوي هذا المعروف، محبوب عند المعروف. خب يجي دوركم هسه. ووجه لطلاب المعروف الطلب إليهم. هاي تشوفوها في المجتمع، أكو ناس مورد المعروف، الناس تلجأ إليهم، مثل المراجع مثلا، المؤسسات الخيرية، هذولا يرجعون إليهم، هم واسطة بين الفقراء وبين الأغنياء. ووجه لطلاب المعروف يعني الفقير الطلب إليهم، ويسر لهم قضاءه، وييسر للجان الخيرية للعلماء للمراجع أن يقضوا حوائج الناس. والتمثيل جدا لطيف، كما يسر الغيث للأرض الجدبة ليحييها ويحيي أهلها. المطر اللي يجي الله يجيبه إلى الأرض الجدبة، الجدبة يعني القاحلة، حتى يحيي الأرض ويحيي أهلها. شوف التمثيل جدا دقيق من الإمام الباقر. هذا قسم. القسم الآخر، وإن الله لا إله إلا الله، نستجير بالله من هذولا. وإن الله جعل للمعروف أعداء من خلقه، عدو للمعروف. بس تقول عمي اتركنا، هذا شنو هذا؟ رأسا ينكر. أنا شايف ترها، لا تضحك. وإن الله جعل للمعروف أعداء من خلقه. طيب أجبرهم؟ لا، كل ما تنصحه ما يفيد، الله ما يوفقه يقول له روح. هذا معنى جعله، إيه اختيار، لا تنسى الاختيار دائما. أستاذنا كان يقول المعادلة التي تحل جميع المشاكل العقائدية الاختيار. لسه في الليلة أشرح لكم. وإن الله جعل للمعروف أعداء من خلقه، بغض إليهم المعروف. الله أكبر، نستجير بالله. المعروف عندهم مبغوض، ويجيبوا الأدلة. من يقول صدق هذا؟ من يقول صدق؟ يمكن هذا صحيح، يمكن، أنا ما أقول لا، يمكن هذا دجال جاي، يمكن أحقق. اليوم واحد يقول لي، البارحة واحد يقول لي فلان أجى هنا وجمع فلوس وراح أكلهن. قلت أخوت صوجكم ليش متحققون؟ حققوا، لك حق أن تحقق، مستندات لازم، مو قوتر كل واحد يجي. وإن الله جعل للمعروف أعداء من خلقه، بغض إليهم المعروف، وبغض إليهم فعاله، وحضر على طلاب المعروف. أبو أحمد اسمع، وحضر، حضر يعني منع، مو حضر يعني حضور، حضر بالضاد الطاء، أخت الطاء، يعني حظر منع. وحظر على طلاب المعروف التوجه إليهم، لتروحوا لهم ذولا ما يستاهلوا. وحظر عليهم قضاءه، ما يخليه يقضي حاجتك، ما يوفقه. كما يحظر الغيث، هم مثال المطر، كما يمنع يعني، كما يحظر الغيث عن الغيث عن الأرض الجدبة فيهلكها، فيهلكها ويهلك أهلها، وما يعفو الله أكثر. همزين أكو عفو، وما يعفو الله أكثر.
اللهم اجعلنا من الذين نحب المعروف، واجعلنا من أهل المعروف، واجعلنا من الذين يقضون حوائج الناس. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد. الله 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 سبحان الله الله الله.